إذن مشاهدينا مرة أخرى أعيد على حضراتكم هذا البيان العاجل الصادر من وزارة الداخلية استمرارا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، فقد رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، وذلك من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة مقابل مبالغ مالية ضخمة. تتضمن هذه المواد الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات التنظيم الإرهابية. هذا وأمكن تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط الهاربين بدولتي تركيا وقطر، أبرزهم كل من الإرهابي الإخواني الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الإرهابي الإخواني الهارب عبد الله محمد عبد العزيز القدوم، الإرهابي الإخواني الهارب معتز محمد علي ومطر، والإرهابي الإخواني الهارب محمد ناصر علي عبد العظيم، الإرهابي الإخواني الهارب عمرو أحمد فهمي خطاب. كما أكدت المعلومات اطلاع العناصر الإخوانية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال كل من شركة تيم وان برودكشن للإنتاج الفني بمنطقة المعادي بالقاهرة، واستوديو كائن بمنطقة عبدين بالقاهرة تحت اسم بوهيميان، وذلك فضلا عن تعاقدهم مع أحد العاملين بالمجال الإعلامي لعقد لقاءات مع بعض الشخصيات لإعداد مادة إعلامية مصورة وتحريفها بما يسيء للدولة، وذلك تمهيدا لبثها عبر قناة الجزيرة، حيث تم في هذا الإطار القانوني ضبط القائمين على هذا التحرك بالداخل، وهم كل من معتز بالله محمود عبد الوهاب مالك شركة تيم وان برودكشن، أحمد ماهر عزت مدير ومشرف استوديو بوهيميان، سامح حنين سليمان مسؤول إنتاج الأفلام، هيثم حسن عبد العزيز محجوب مسؤول إعداد المواد الفيلمية، محمد عمر سيد عبد اللطيف مسؤول إعداد المواد الفيلمية. وأسفر تفتيش محل إقامة المذكورين ومقر الشركة والاستوديو المشار إليهما عن ضبط العديد من أجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها عدة برامج يتم استخدامها في أعمال المونتاج وعدد من الأفلام الوثائقية المعدة تمهيداً لإذاعتها عبر قناة الجزيرة، والتي تتضمن محتوى مفبرك حول الأوضاع الداخلية في البلاد. وفي ذات الإطار أصدرت قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي تكليفاً للإخواني صلاح إبراهيم مرجونة الذي يقيم بمدينة بئر العبد شمال سيناء لإعداد مادة إعلامية لإنتاج فيلم وثائقي حول الأوضاع بشمال سيناء والادعاء بتعرض مواطنيها للتضييق الأمني، وذلك لإذاعتها بقناة الجزيرة الفضائية. واطلع بتشكيل مجموعة لتنفيذ المخطط تتكون من عدد من 6 من العناصر الإخوانية الهاربة والذين تم ضبطهم جميعا، وهم كالآتي: الإرهابي الإخواني سلامة سالم علي البس، الإرهابي الإخواني حسن حسين محمد حسن العزاوي، الإرهابي الإخواني أحمد محمد إبراهيم عبد الله حسين، الإرهابي الإخواني إبراهيم سالم موسى موسى عمران، الإرهابي الإخواني صلاح سالم خالد صباح، الإرهابي الإخواني توفيق سلمان سلام البدرة. هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات. وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الداخلية على الاستمرار في التصدي بكل حسم وحزم لأي محاولات